عليكم. السلام عليكم. شكرا دكتور وليد. بشكر حضرتك جدا جدا على الفرصه المتكرره كل سنه ان نقول المحاضره ونيجي نقعد مع بعض ونتناقش في بعض المواضيع الخاصه بالبلازما او الفيزياء النظريه بصفه عامه. اقفل ده كده. اقفل ثواني. ربنا يكرم حضرتك ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله يكون الاستفاده عامه ان شاء الله للجميع. ويكون لقاء جاي باذن الله وهو كذلك. وما يتنساش ان شاء الله ويكون له اثار ثانيه كمان غير الجوانب العلميه ان احنا نعرف نتعامل ونتكلم ونتناقش. ده شيء مهم جدا. هنتكلم دلوقتي مع بعض. طبعا اسمي زي ما الدكتور وليد قال، انا اسمي ابراهيم بحيري، انا مدرس فيزياء نظريه بلازما من جامعه دمياط، احد تلامذه الدكتور صلاح اللبني. طبعا كلنا نتشرف بيه، وواحد من العشرة المدرسين اللي دكتور وليد كان بيتكلم على الشباب تقريبا. هنتكلم دلوقتي على الفلويد ديسكريبشن اوف بلازما. البلازما اللي عندنا اللي عرفنا شكلها اللي هي عباره عن الكترونات وايونات كتير موجوده مع بعض. بلاش الاحمر. طبعا انا ما عملتش برزنتيشن زي ما الدكتور وليد قال لي، فكله هيبقى كتابه. فنحاول نكتب مع بعض ونفهم كل حاجه نشتغلها مع بعض. يبقى في عندنا البلازما ديسكريبشن. ممكن انظر لها من منظور مايكروسكوبيك، وممكن انظر لها من منظور مايكروسكوبيك. دي ايه طبعا؟ ده اهم حرف. في مايكروسكوبيك ديسكريبشن وفي مايكروسكوبيك اكبر ايه؟ خط؟ اوكي. في مايكروسكوبيك ديسكريبشن وفي مايكروسكوبيك ديسكريبشن للبلازما. المايكروسكوبيك ممكن نقول عليه الكاينيتيك موديل او ديسكريبشن. هنا ممكن نقول عليه الفلويد موديل عشان ما تزعلش. هلا هي امك ابتدت. في الكاينيتيك موديل بنوصف البلازما اللي هي عباره عن بلانتي اوف الكترونز اند ايونز عن طريق الموفمنت اوف انديفيدوال بارتيكل او انديفيدوال بلازما بلازما بارتيكلز. طبعا بلازما بارتيكلز نقصد بيها الالكترونز والايونز بشكل اساسي. طبعا ينفع يكون في عندنا بارتيكلز ثانيه كمان. اوكي. طيب طالما هي الموفمنت اوف انديفيدوال بلازما بارتيكلز، يعني بيدرس كل انديفيدوال بارتيكل لوحده سواء كان الكترون ولا ايون، يهمنا بشكل اساسي ان انا اعرف الفلوستي والبوزيشن دايما لاي بارتيكل داخل البلازما. فهنفرض هنفرض ان كل بارتيكل every particle has velocity v alpha. طبعا اقصد هنا الفا تغير من واحد لحد ان على اساس ان انا عندي ان بارتيكلز انسايد بلازما. كل الفا منهم او كل بارتيكل منهم بيكون له velocity ان الفا، و at some time موجود في some position، ولود شارج بتاعته كيو الفا اللي ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. هنكمل كلامنا على الكاينيتيك بعد شويه، وبعد كده نتكلم على الفلويد. هنكمل كلامنا على الكاينيتيك الاول الكاينيتيك موديل، وبعد كده ندخل في الفلويد موديل. في الكاينيتيك موديل
بشكل اساسي يعني لسه كلامنا لحد دلوقتي كوانتيك بنتكلم فور اتشارجد بارتيكل موفينج ان اي و بي فيلدز. اي شحنه كهربيه زي ما الدكتور وائل كان بيشرح في سنجل بارتيكل موديل، اي شحنه كهربيه بتتحرك داخل مجالات الكهربيه المنصيه بشكل اساسي. انا نفسي عشان اعرف كل حاجه على هذه الشحنه، طبعا اقصد انها شحنه واحده، عشان اعرف كل حاجه عن الشحنه ديت انا عايز احل وي نيد تو سولف الكتله بتاعت هذه البارتكل او هذا البارتكل اما الفا في العجله اللي بتحرك بيها اللي هي الكوشن اوف موشن بكل بساطه بسبب مجموعه القوى المحصله المؤثره عليها اللي هتبقى كيو الفا بالالكتريك فيلد بلس كيو الفا بالفي الفا كروس الماجنتيك فيلد. يا ريت بعد اذنكم لو انا هشتغل فيزياء نظري لابد ان انا اخلي بالي كويس قوي من اي معادله وانا بكتبها، ارايك شويه حاجات كتير فيها كده. اول حاجه ارايها، كلنا بنغلط وممكن نغلط في اي وقت واحنا بنكتب اي معادله. ارايك شويه حاجات، اول حاجه قضيه المتجهات. لازم اعرف مين المتجه هنا ومين المتجه هنا ومين المتجه هنا، وما ينفعش يبقى في ترمو متجه والترمات الثانيه ما هياش متجه. يبقى في حاجه غلط. لان موضوع المتجهات ده مهم جدا عشان اقدر افرق بين الثري دايمنشن والون دايمنشن على سبيل المثال. اوكي؟ طيب يبقى هنا الفيكتور اللي عندنا هنا هو الفي، الفي الفا. وهنا الفيكتور هو الالكتريك فيلد. وهنا الفيكتور هي الفلوستي برضه الفي والماجنتيك فيلد. طبعا اكيد احنا كده بما ان في تشارج بارتكلز كتير موجوده مع بعض ففي طبعا انكلودد الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد موجودين افري وير. طيب اوكي يبقى علشان اقدر احل المعادله ديت، طبعا القضيه الثانيه غير قضيه الفيكتورز اللي لازم اخلي بالي منها قضيه الدايمنشن الابعاد اللي احنا ممكن نقول عليها رافلي الوحدات. خلاص؟ عشان عندي قضيه الابعاد اللي هي الدايمنشن. فمعروف ان كتله العجله ده بيدينا ايه؟ قوه. فلازم دي تكون قوه، طبعا دي الكتريك فورس زي ما شفنا مع دكتور وائل، ودي الماجنتيك فورس. احيانا ممكن حد ينسى يكتب كيو هنا او ينساه هنا، فيخلي باله ما ينفعش الكتريك فيلد يكون مكان الكتريك فورس. اوكي عشان احل المعادله ديت واضح ان العقبه قدامي. لو انا عندي كيو الفا معينه اكيد هبقى عارف هي موجبه ولا سالبه وعارف اشارتها كام وكميتها كام. العقبه اللي واقفه قدامي عشان اعرف الفي فور اكزامبل، وطبعا برضه اكيد عارف الام. العقبه اللي واقفه قدامي بشكل اساسي ان انا عايز احسب الاي والبي، عايز احسب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. دي العقبه اللي قدامي. عشان احسبهم لازم اروح لمين؟ لماكسويل ايكويشنز الاربعه اللي هما بيقولوا ايه؟ اكتب فوق. اوكي. ماكسويل ايكويشنز، معادلات ماكسويل الاربعه اللي هي اساس الالكتروماجنتيك ثيوري. بكل بساطه نابلا دوت اي نابلا كروس اي سوري بالترتيب بتاعهم اللي في الكتب، نابلا دوت اي نابلا دوت بي نابلا كروس اي نابلا كروس بي. طبعا انا هفرضها في حاله الكوندكتورز مش في حاله الدايلكتريك، فهتبقى بيساوي رو اوفر ابسلون نوت بيساوي زيرو بيساوي ماينس بارشال بي باي بارشال تي بيساوي ميو نوت في جي بلس سوري بلس ابسلون نوت ميو نوت بارشال اي باي بارشال تي. طبعا هبسطهم بسرعه كده الاول هتكلم عليهم واحده واحده تاني دلوقتي. ديت الشارج دينستي كثافه الشحنه، وطبعا كميه سكيلر ونبله دوت بتطلع سكيلر.
الدايفرجنس بتاع الالكتريك فيلد ونبله دوت بي بيساوي زيرو. الاثنين دول هما قانون جاوس على فكره، بس ده قانون جاوس في الكهربيه وده قانون جاوس في المغناطيسيه، اللي احيانا ما بنقولش عليه قانون جاوس، بنقول عليه دايما كومنت ذير از نو ماجنتيك مونوبول، يعني ما فيش قطب مغناطيسي مفرد. ذير از نو ماجنتيك مونوبول. لان طبعا الرو تعتبر هي الالكتريك مونوبول لانها كانت اصلها كيو المفروض. اوكي. وطبعا طالما نبله كروس اي اكيد الناتج هيكون فيكتور. وانت طبعا ده قانون مين؟ فاراداي. اللي تحت دوت قانون مين؟ امبير. طبعا دي ماكس لوكيشن نمبر 1 2 3 4. ال الكرنت دينستي بيكون فيكتور والالكتريك فيلد برضه فيكتور. طبعا كل المعادلات اللي قدامنا مكتوبه في نظام اس اي سيستم. لو في الجاوسيان سيستم اكيد هتكون مختلفه، لكن اكيد الاس اي بيكون مور فاميليار لنا كلنا. طبعا ابسل نود معروفه ان هي بيرميتيفيتي اوف فري سبيس، والميو نود اسمها بيرميابيليتي اوف فري سبيس. مفيش داعي ترجمهم بالعربي. خلاص؟ واحده منهم كهربيه والثانيه مغناطيسيه. اوكي. اصبح انا كانت مشكلتي عشان ادرس البارتكل والكاينتيك موديل ان انا لازم اعرف الاي والبي، فرحت في ماكسويل ايكويشنز الاربعه. فادي الاي والبي موجودين اهم في اربع معادلات زي الفل، ولكن طلع لي مشكلتين تانيين اللي هما مين؟ الرو والجي. الرو بقى بيساوي كام؟ بيساوي سميشن على الالفا من واحد لحد ان بتاع ان الفا كيو الفا. What is ان؟ نمبر دينستي. نمبر دينستي لان احنا هيبقى عندنا كذا دينستي يا راجل. في نمبر دينستي، في تشارج دينستي، وفي الماس دينستي المعروفه اللي هي بتساوي قطع الحجم. خلاص؟ نفرق بينهم. كل واحده منهم محاضرتها اكيد مختلفه عن الثانيه، لكن هي نفس المبدا عموما يعني. حلو، يبقى ديت الرو. طبعا زي ما قلت بعد ما اكتب المعادله ابص لها كده. ذا نمبر اوف بارتكلز بير يونت فوليوم. وديلي تشارج، يبقى المحصله عباره عن ايه؟ نمبر اوف تشارج بير يونت فوليوم، يعني الشارج على الفوليوم هي دي اللي احنا هيالي عارفينها ان هي الشارج دينستي. او فوليوم الشارج دينستي، لان الشارج دينستي بقى متميزه عن الباقيين بان ليها ثلاثه دينستي، لينير وسيرفس وفوليوم، احنا بنهتم بالفوليوم. الكرنت دينستي هيبقى سميشن من الفا بيساوي واحد لحد ان كابيتال بتاع ان الفا كيو الفا في مين بقى؟ في الفي الفا السرعه. فيكتور هي ديت اللي فيكتور. كلنا حافظين القانون اللي احنا عارفينه من ايام الثانوي اللي هو التيار، شده التيار اي بيساوي نيفا ان في الاي في الفي في الاريا. لو شلنا الاريا يبقى الكرنت دينستي، بس هنا عندي سميشن من ان بارتكلز، كل بارتكل منهم سميناها الفا. حلو. يبقى اذا المشكله قعدنا نجيبها لحد ما وصلنا في الاخر، لان احنا عايزين نحصل على الرو والجي لكل داخل البلازما. فجينا نبص لقيناها زي ما انتم شايفين سميشن على ان تيرمز. طب ان كابتر ده بقى هو قضيتي دلوقتي. زي ما دكتور ياسر كان بيتكلم امبارح، اهم حاجه ان انا اعرف السيستم اللي عندي هيكون الباور بتاعته او النمبر اوف بارتكلز قد ايه جواه، عشان اعرف اظبطها، اعرف احله بالتكنيك ده ولا ده ولا ده ولا بالطريقه دي ولا ازاي. فالان اللي عندي ابروكسيميتلي من 10 اس 18 بالنسبه للالكترونز فور اكزامبل، من 10 اس 18 لحد 10 اس 40 الالكترونز. غالبا السيستم بتاع البلازما بيكون الالكترونات فرنج كبير زي ده. فده لو انا حلها بطريقه نيوميريكال مثلا
انا فاكر ان الدكتور ياسر امبارح كان بيقول ان في بعض الطرق اخرها لحد 10:06. فالموضوع كده اشبه بالمستحيل، بل هو المستحيل بعينه انها تتحقق. اصبح الموضوع صعب، عشان كده نكتب اخر كلمه هنتكلمها هنا ونقول ايه؟ very complicated، معقده جدا. فكان لازم ان انا الجا لموديل تاني بيعامل بلازما بطريقه اسهل شويه، احسن شويه. تمام. الطريقه الثانيه ديت او الموديل الثاني دوت هيكون هو الفلويد ديسكريبشن. نفتكر ان احنا دلوقتي اهم حاجه عندنا ان احنا نحل المعادله بتاعت الايكويشن اوف موشن بتاعت البلازما بارتكل. الفلويد ديسكريبشن بيتعامل مع الموفمنت مش اوف انديفيدوال بارتيكلز، بيتعامل مع الافريج فاليو بتاع البارتيكلز كلها، وبالتالي هسمي حاجه اسمها فلويد فلو فيلوسيتي فور اكزامبل. يعني هتعامل مع فلو، يعني فلو يعني ايه؟ تدفق. ان في فلويد عندي من البارتكلز اللي شبه بعضها، فلو فيلوسيتي كان زبين غلط هاد الصوت شويه. اوكي، هو انا غالبا مش محتاج مايك، بس يعني ايه اوكي. الفلويد فلو فيلوسيتي، وهنلوز لها بالرمز يو. هنفرق بين اليو وبين الفي. طب تمام، عشان تسجيل اوكي. انا هخلي بعيد هذا كده. ايوه كده تمام كده، كويس كويس ان شاء الله. سامعيني؟ كده كده سامعيني ان شاء الله. اوكي. طيب الفلويد فيلوسيتي دوت، هنفترض مثلا ان عندنا فلويد من الالكترونات وفلويد من الايونات. بس انا دلوقتي سبقت شويه، المفروض ان انا لحد دلوقتي انا في دماغي ان انا هقول البارتكلز كلها على انها وان فلويد فور اكزامبل. بس هضطر بعد شويه اقول لا، لابد ان يكون في فلويد للالكترونز وفي فلويد للايونز. بس ان جنرال دلوقتي الفلويد ديت سواء كان الكترونز واينز او الكترونز بس او وان فلويد، يا ترى الفلوس بتاعتها هتاخدها بناء على اي اساس؟ تاخدها كام يعني؟ ما احنا عندنا الفا بارتكلز، الفا من البارتكلز كل بارتكل الفلوس بتاعها مختلفه عن الثانيه، هتاخدها بكام بالظبط؟ قال والله ناخدها بحاجه اسمها المين فاليو اللي هي الافرج فاليو. المين فاليو اللي هي الافرج فاليو بتاع كل فلوس دي. يبقى نفترض ان عندنا فلويد من البارتكلز، الفلويد ده الفلوس بتاعته هي المين فاليو بتاعت كل البروسيس داخل البلازما. حلو. في الفلويد ديسكريبشن هنعرف 3 كوانتيتيز عن طريق المين فاليو ديت. اول كوانتيتي الان of R و D. طبعا اي ان عندنا في R و D، ونقصد بالR هنا ان هي داله في X و Y و Z. خلاص؟ N of R و D يعني داله في البوزيشن والتايم ان جنرال. N of R و D بتساوي تكامل على F of R و D و T D square V. دي سكوير في. انا قلت سكوير؟ سوري. تكاين. دي في تكاين. الار فيكتور والفي فيكتور. الاف دهيت بيسموها مايكروسكوبيك
distribution function, the soft function, microscopic distribution function, يعني درجة التوزيع الميكروسكوبية. الله، انت مش قلت لنا ان البريود ديسكريبشن مايكروسكوبيك؟ ايوه، ما هو صح مايكروسكوبيك، بس بدلاله كميات تعريفها بيكون باستخدام هو مايكروسكوبيك. دي كميه مايكروسكوبيك، ديت مين فاليو، يعني ديت اسمها الافرج دينستي، او نقول عليها البريود دينستي. او البريود بارتكل دينستي، الفلويد بارتكل دينستي، ودي حاجه مين فاليو هي، ولكن بتيجي بتعريفها او تعريفها بيستخدم الميكروسكوب، لان هو الاصل طبعا ان احنا ما نهملش الفكره او وجهه النظر الميكروسكوبيه، لان ما ينفعش اهملها عموما. فانا هنا عملت عمليه افريج ليها عن طريق ان انا خدت تكامل على الفيز سبيس. مين هو بقى الفيز سبيس ده؟ قال والله ان احنا ممكن زي ما احنا عارفين ان في عندنا في فيلوستي في ار، فهنفترض سبيس، هذا السبيس اسمه سبيس، سبيس هو عباره عن سبيس اوف ار وبي، يعني المحاور بتاعته عباره عن البوزيشن فيكتور والفيلوستي فيكتور. طبعا الدايمنشن بتاع هذا السبيس، لو انا واخد البوزيشن 1 دايمنشن والفيلوستي 1 دايمنشن يبقى 2 دايمنشن في الحاله دي، لكن هو في الواقع معروف ان الار بتاع دي عباره عن اكس اتجاه اكس هات بلس واي اتجاه الواي هات بلس زد اتجاه زد هات. معروف ان الفي طبعا فيكتور، معروف ان الفي بتاعتي عباره عن في اكس اتجاه الاكس هات بلس في واي اتجاه الواي هات بلس في زد في اتجاه زد هات. معناها ان هذا السبيس بتاعنا سبيس اوف 6 دايمنشن سداسي الابعاد، يسموه فيز سبيس. ده معناها ان هذا الفوليوم او سوري هذا الاليمنت اللي عندنا، هذا العنصر التفاضلي اللي عندنا عباره عن الدي في اكس دي في واي دي في زد. هو ده الاصل في الكلام بتاعنا، او ده الاصل في التطبيق على استخدام الديستريبيوشن فانكشن في ايجاد المين فاليو بتاعت الفيزيكال كوانتيتيز اللي عندنا في الفلويد موديل. الحاجه الثانيه الفلوستي اوف ار ودي، ودي بيسموها الفلو فلوستي او الفلويد فلوستي. هتبقى بكل بساطه الافرج فاليو بتاعت الفلوستي الصغيره، فهتبقى واحد على ان اوف ار ودي بالتكامل بتاع الفي اف اوف ار وفي ودي دي تكعيب في، هنا فيكتور وهنا فيكتور وهنا فيكتور عشان ندي لكل فيكتور حق. ركزوا معايا، كلنا فاكرين اكيد من كوانتم ميكانكس في حاجه اسمها اكسبكتيشن فاليو او المين فاليو، كنا بنقول تكامل، يعني الان ديت كان اصلها تكامل على ديستريبيوشن فاكشن، فكاني بقول تكامل على في ديستريبيوشن فاكشن مقسوم على تكامل على ديستريبيوشن فاكشن، فده الافرج، ده تعريف الافرج فاليو. حلو، ده بالنسبه لليو. طيب كمان في عندنا البريشر، البريشر برضو اوف ار ودي هيبقى بيساوي الماس بالتكامل في سكوير اف اوف ار هو في ودي دي تكعيب في. نحط هنا فيكتور ونحط هنا فيكتور، بس ما نحطش على التربيع طبعا فيكتور لان كان اصلها اكيد في دوت في. هنا ملحوظه مهمه جدا جدا زي ما الدكتور وائل قال لكم، وهو بيقول في سنجل بارت موديل هناك فرق شاسع بين هذه الفي اللي هي دي وبين هذه اليو.
هناك فرق شاسع. على سبيل المثال يعني مثال بدائي خالص، لو افترضنا ان احنا عندنا سيستم اوف تو بارتكلز مش اوف ان بارتكلز، تو بارتكلز، لو في بارتكل الاولانيه سرعتها 1 متر على الثانيه فور اكزامبل والثانيه 2 متر على الثانيه، فيبقى الافرج بتاعهم سيمبلي هيبقى 1.5. 1.5 ما هياش لا 1 ولا هي 2، ما هياش واحده خالص من الايه؟ من اللي موجودين في السيستم اللي عندنا. اوكي، في هذا الاوريجنال اللي عندنا، وفي نقطة هنا مهمة، إن أنت عشان تعرف الفلويد فيلوستي تمام لازم نتكلم، عشان يبقى الكلام واضح يعني، عن الفوليوم إليمنت تمام، وتعمل افرجنج على الفوليوم إليمنت عشان بس الطالب ما يخلطش ما بين الافرجنج على السامبل كلها والافرجنج على الفوليوم إليمنت تمام. فاليو دي متعرفة كافرج على الميكروسكوبيك بارتكل فيلوستيز في الفوليوم إليمنت تمام، عشان بس الكلام يبقى واضح بس بالطلبه. اوكي ثانك يو. هذه البروجر طبعا بصفه عامه يا دكتور عشان نكون واضحين، اللي انا بقوله هو عباره عن يعني اختصار شديد للموضوع دون استنتاجات في حاجات كتير، وفي استنتاج لاي حاجه من الحاجات اللي هنجيبها بعد كده حاجات كتير بيبقى لها استنتاج، طبعا اكيد مش هقول الاستنتاج بتاعها، هذكرها هي بس ونوضح معناها عشان نفهم بس الفلويد موديل بيعمل ايه. اوكي، كنت بقول ان البريشر اللي عندي دوت في حاله الاي جي سيجمال كيس، البريشر اوف ار وتي دوت ان كيس اوف اي جي سيجمال، اي جي سيجمال كيس يعني اقصد بيها التي بتاعتي بيساوي كونستنت، تي يعني تمبريتشر، التمبريتشر بتاعتي لما تكون كونستنت هلاقي ان الكلام اللي فوق ده كله هيكون بيساوي ان كي تي. This is the same n. ان كي تي. يعني هذا الكلام كله ممكن اقول ان هو بيساوي ان كي تي، بس مش عايز اعملها لان هي فقط بتتحقق في حاله الايزوثيرمال كيس. ده كلام جميل. طب بما ان احنا بنتعامل مع البلازما دلوقتي على انها فلويد، تعالوا نشوف تاني الايكويشن اوف موشن هيبقى شكلها عامل ازاي في الحاله بتاعتي. الايكويشن اوف موشن دلوقتي في الحاله بتاعتي هتبقى عباره عن الماس في ان دي يو باي دي تي بيساوي كيو في الان، كيو في الان او نخليها ان كيو، ان في كيو في الاي ناخد الكيو عامل مشترك بلس يو كروس بي تمام بلس الان في some other forces. some other forces لازم او يعني يفضل ان هم يضافوا، لان كده بتعامل مع مش only one particle ماشي في الاي والبي، لا انا كده بتعامل مع fluid. هيبقى في خصائص fluid لازم تدخل، في fluid effects لازم تدخل معايا. ادي فيكتور هنا، فيكتور هنا، فيكتور هنا، فيكتور هنا، والاف اكيد فيكتور. يبقى اذا دي كده الشكل حاله الفلويد موديل، هيكون في ترمات هتنضاف ممكن منها الترم في الاكزامبل بتاع الفيسكوستي بتاع الفلويد. فاذا في ترمات هتنضاف وكمان هيفضل هنا ان الدريفيتيف اللي عندي كومبليت دريفيتيف دوت احوله لشكل تاني. فعموما هعمل عنوان دلوقتي هقول عليها فور اكزامبل فلويد موديل افكتس، هتأثر فين؟ هتأثر على الايكويشن، هندرسها واحدة واحدة دلوقتي ونشوف كل حتة فيها. أول افكت هندرسه هيبقى اسمه كونفكتيف دريفت. كونفكتيف دي جاية من كلمة كونفكشن،
انفكشن اللي هو مين؟ الحمل. لا اخد توصيل خلاص، اخد توصيل كوندكشن كونفكشن راديشن. ثلاث انواع المشهورين قوي ليه؟ لانتقال الحراره. الكونفكتيف دريفيتيف بيقول والله احنا هنمسك الدي يو باي دي تي دهيت بتاعت الفلويد، وهنقول بما ان هذه الايو عباره عن فانكشن في الار والدي، خلاص بما ان هي فانكشن في الار والدي مش هحط فيكتورز خالص دلوقتي، هقول ان هي اذا بتساوي بدلاله التفاضل الجزئي عباره عن بارشل يو باي بارشل تي، انا فاضلت بالنسبه للتي عباره عن بارشل يو باي بارشل تي بلس يو دوت نابلة يو. ده الكيس اوف 3 دايمنشن شكلها غريب وكانها محتاجه الى استنتاج. عشان نستنتجها نرجع لل 1 دايمنشن الاول. لو احنا شفنا ال 1 دايمنشن فورم بتاعها، طبعا انا عملتها على طول مره واحده اللي هي كونفكتيف ديريفاتيف. لو احنا حبينا نشوف ال 1 دايمنشن بتاعها هلاقي ان دي يو باي دي تي دهيت هتبقى بيساوي بارشال يو باي بارشال تي بلس، انا عايز اقول بارشال يو باي بارشال اكس، فلازم اقول هنا بارشال اكس باي بارشال تي. What is this? This is another يو. The same يو. Another يو in the term in the equation. يعني في يو ثانيه ظهرت لي في المعادله. يبقى اذا لو احنا عملنا على الثري دايمنشن بتاعها هنلاقي ان هي برشا باي برشا تي، هنلاقي كل مره في عندنا يو دوت نابله. النابله طبعا اقصد بيها اللي هي الحته دي، لان لما يكون عندنا يو اكس دوت سوري يو اكس برشا باي برشا اكس بلس يو واي برشا باي برشا واي بلس يو زد برشا باي برشا زد، ديت هي مين؟ ديت هي يو دوت نابله. طالما عملت دوت قلبي ما طوانيش ان انا ما احطش علامه الفيكتور. اوكي كذلك هنا هضطر ان انا احطها. اصل طالما حطيت دوت يا حضرات، الدوت ده ملوش ديفينيشن لو اليوم مش فيكتور. هذا نو ديفينيشن، عشان كده مش ماشي، حاسس ان حاجه غلط. اوكي يبقى ده اول حاجه عندي، ان هذا التوتال ديريفيتيف هيتحول الى كونفكتيف ديريفيتيف، وكان السبب فيه ان عندنا الفيلوسيتي داله في الار والتي مش التي بس. فلما تفاضل بالنسبه للتي لازم يكون عندك كونتريبيوشن تاني في المعادله او في التفاضل دوت، تفاضل يوم بالنسبه للتي لازم يكون عندك كونتريبيوشن تاني نتيجه الاعتماد على الار. خلاص حضرات؟ طبعا لازم يكون حاجه يتحول الى بارشال ديريفيتيف. اوكي الإفكت الثاني وهو مهم جدا جدا ألا وهو الثيرمال بريشر force، وهنقول density force density. هقول ان في فرصه هتنضاف في الترمات ديت، هذه الفرصه نتيجه البريشر. جه منين البريشر؟ طب شكله ايه الاول؟ نقوله كده الاول، عباره عن ماينس جراد للبريشر. بريشر بتاع الفلويد. طب هيجي منين البريشر بتاع الفلويد؟ هيجي من المومنتم ترانسفير اللي هيحصل عند الباوندري بتاعه السيستم بتاعي، عند الباوندري اللي هو عند الايه؟ عند الجدار بتاعه. تمام يا حضرات؟ فبتقول هنا ان هيحصل نتيجه الراندوم بارتيكل ثيرمال
موشن. فنتيجة الراندوم بارتكل ثيرمال موشن ده هي يعني في ثيرمال فيلوسيتي في ثيرمال انرجي نتيجة التمبريتشر نتيجة بس ان البارتكل عندها تمبريتشر معينة فهيتحرك بثيرمال موشن بس الثيرمال موشن دي المفروض ان هي راندوم بما ان هي راندوم هتيجي عن الباوندري وهتعمل مومنتوم اكستشينج at the boundary. يبقى في حصل عندي momentum exchange على الباوندري وبالتالي حصل عندي force موجودة نتيجة هذا momentum exchange فهتأثر طبعا في equation of motion بالمناسبة equation of motion في طبعا بيقال عنها ان هي momentum equation. اوكي طيب البريجر احنا قلنا في حد الايزو سيرمان هنهتم شويه دلوقتي بالبريجر. البريجر دوت احنا قلنا في حد الايزو سيرمان هيكون بيساوي ان في الكي اللي هو سبب الكزمان طبعا في تي. حلو طيب احيانا بيكون التي اللي عندنا دهيت احيانا بيكون التي اللي عندنا لو في عندي ثري دايمنشن في عندي ميوزك فيلد فور اكزامبل او اي اتجاه عندي بيكون عندي تي بارلل لا تساوي تي بيربنتكولار. في الحاله دي بقول على البلازما في الحاله ديت ان هي انايزوتروبيك يعني تمبريشر في الاتجاه الموازي لا تساوي تمبريشر في الاتجاه العمودي. لكن في الحاله دي غالبا كنت تقصد ان التي بارلل بيساوي تي بيربنتكولار في الحاله دي بيقول عليها ايزو روبيك. في الحاله بتاعت الايزو روبيك الاف بيساوي ماينس جراد بي لكن في الحاله بتاعت الانيزوتروبيك دهيت الاف بتاعت ثيرمال بريشر فورس دهيت طبعا انا قلت دينستي وهنقول دلوقتي منتهى ليه بس هتتحول الى ماينس نابلا دوت بي. بي دهيت اسمها ستريس تنسور كشكل بسيط للستريس تنسور بدلاله طبعا مصفوفه هو تنسور سيمبلي مصفوفه هنلاقي ان البي دهيت اللي هي الستريس تنسور بيساوي مصفوفه عباره عن لو انا افترضت ان الاكس والواي بيربندكولار وكومبوننت يعني والزد هي البارلل فهيبقى بي بيربندكولار وزيرو وزيرو زيرو وبي بيربندكولار وزيرو زيرو وزيرو وبي بارلل يعني البريشر اللي عندي اختلف من الاتجاه الموازي للاتجاه العمودي نتيجه اختلاف التمبريشر من الاتجاه الموازي للاتجاه العمودي اللي احنا قلنا البريشر ده شكل اساسي الثيرمال يعني التمبريشر هو المسبب الرئيسي ليها. طيب تمام ما هو عشان كده انا قلت ان هي فورس دينستي فديت مش فورس ديت فورس دينستي يعني فورس بير يونت فوليوم فديت فورس بير يونت فوليوم مش عارف انا قلت اف ممكن نقول عليها على الفوليوم ممكن نقولها على الفوليوم كده عشان كده كتبت كلمه دينستي في العنوان بتاعي على اساس ان احنا عارفين طبعا البريشر دايمنشن بتاعها بيكون فورس على اريا دايمنشن انا بقول فورس على اريا ما بقولش يونتس فالاريا لما تتضرب في الدايمنشن بتاع النبله هو لها دايمنشن الاول اوكي ثانكس دكتور
انا الطلبه اللي معانا هي النبله لايف ميشن. طب جه منين؟ واحد على مسافه؟ ده مش مسافه. انا بقول واحد على مسافه. طب جت منين المسافه؟ سوري يعني هتخيل معاكم كده ايه ان انا مش فاهم. انا بقول بارشل باي بارشل اكس، هي مين النبله الاول بيساوي ايه؟ بارشل باي بارشل اكس اتجاه الاكس هات بلس بارشل باي بارشل واي اتجاه الواي هات بلس بارشل باي بارشل زد اتجاه زد هات. سؤالي هي بارشل باي بارشل اكس ديت عباره عن واحد على مسافه؟ لا، هي بارشل اكس دي مسافه؟ لا، ده تفاضل. هي مسافة يا حضرات، خلاص، لأن هي بكل بساطة الدي ديت أو البارشا كان أصلها في الأول دلتا، يعني meaning of some final quantity minus initial quantity. فلو إحنا بنقول مسافة ناقص مسافة أكيد الناتج مش هيبقى دايمنشن ليس، أكيد هيبقى مسافة. إن شاء الله. وبالتالي فهنا عندنا فورس على اريا مضروبه بمسافه جايه من النبله، يبقى عندنا فورس على الفوليوم. يا دكتور موضوع التمبريتشر اللي هي ترانسفيرسال بارلل محتاج اكسبلينيشن اكتر من كده شويه، لان ببساطه احنا عارفين ان التمبريتشر دي سكيل اوف كوانتيتي. سكيلر كوانتيتي، يعني سؤال حضرتك دلوقتي بتقول لي ايه؟ قال التمبريتشر دي سكيلر كوانتيتي، فازاي هتفرق معانا ان انا بقول الاتجاه الموازي والاتجاه العمودي؟ جميل. ثانية واحدة دكتورة، ثانية واحدة يا زهرة. جميل. البوتنشال برضو الالكتريك بوتنشال سكيلر كوانتيتي، صح؟ بهول افكت، بهول افكت أكبر دليل على إن أنا لو قست بوتنشال لكوندكتور كده واستعمل الناحية دي غير لما قست من الناحية دي غير لما قست من الناحية دي، يبقى هي كونها سكيلر كوانتيتي ده مش معناه ان انا لو قستها من هذا الاتجاه او من هذا الاتجاه او من هذا الاتجاه هيطلع نفس القيمه، لان دول نقطتين مختلفتين، لان السكيلر كوانتيتي بتعتمد على الانيشال بوينت والفاينل بوينت اللي انا هشتغل فيها. خبر حضرتك انا قصدي ايه؟ يعني معروف ان البوتنشال سكيلر، البوتنشال ديفرنس سكيلر مش هينفع ان هو يكون فيكتور عمره، مش قضيتي ان انا اقلب النقطتين، لا، ده انا جبت هول افكت على اساس ان انا لسه شارحها اول امبارح، فهي صحيح سكيلر كوانتيتي بس الفي هول بيبقى في هذا الاتجاه لو الكتريك فيلد مطبق كده، بينما البوتنشال ديفرنس الكتريك بوتنشال ديفرنس في الاتجاه الثاني بيبقى خاص بحاجه ثانيه خالص. فاذا بس تماما، بس هنا احنا بنتكلم على نفس النقطه. ما هو دي شبهها متهيألي، شبه اللي انا بقوله من ناحيه الانيزوتروبي. لا هي يعني مش شبهها، لان انت هنا بتعمل ديفرنس ماشي زي ما انت بتقول الدايمنشنز بتاعت هول افكتس مختلفه. هقول لحضرتك، هو غالبا الانيزوتروبي دي بتحصل لما بكون بطبق ماجنتيك فيلد خارجي. فالماجنتيك فيلد خارجي بيعمل لي الاينمنت زياده وكوليجنز تبقى زياده في اتجاه معين. وبالتالي التصادمات هنا هتكون اكتر من هنا. فانا لو قست هنا هيختلف. هي التمبرشر اللي هي بتبقى بارلل لان التمبريتشر ليها معنى ستاتستيك. التمبريتشر هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الافرج كاينتيك انرجي، تمام؟ بس لما انت تبقى عامل الفيلوسيتيز بتاعت البارتكلز زي ما انت بتقول ما تبقاش ايزوتروبيك، يعني الافرج فيلوسيتي في الاكس غير الافرج فيلوسيتي في الواي غير الزي، تمام؟ ده معناها ان الافكتيف تمبريتشر في كل دايركشن هتبقى، ده جاي من الاستاتستيكال ميكانيكال انتربريتيشن اوف تمبريتشر. اكيد هو برضه بسبب ان في اتجاه معين حصل فيه اختلاف. احنا قضيه حضرتك كانت بتقول لي ليه حصل اختلاف؟ حضرتك بتقول لي نتيجه الميكروسكوبيك فيو. هي مش فيكتور. احنا لو احنا فاكرين احنا بنقول بريشر اوف ار هو تي كان بيساوي الماس مضروبه في او سوري يعني في تكامل بتاع الفي سكوير اف دي تكعيب في، فهي الام في سكوير ديت اللي هي كاينتيك انرجي. ف
هي ده بالظبط اللي حضرتك بتتكلم عليه. اوكي احنا دلوقتي اتكلمنا على التيرم بتاع الثيرمال بريشر وشفنا الفورس اللي هتبقى عندنا في حاله الايزوثيرمال كيس. طبعا بيكون التمبريشر بيكون كونستانت والكي طبعا كونستانت. فالجداد اللي عندنا غالبا ما يكون ماينس كي في تي جراد الان، على اساس الان هي اللي داله في الار. اوكي ده في حاله الايزوثيرمال. طيب عشان اجيب البريشر بقى محتاج الايكويشن اوف ستيت، بدها تبقى نمبر 3 او ممكن تبقى معاها عادي. الايكويشن اوف ستيت، الايكويشن اوف ستيت بصوره بسيطه ليها تقول ان البريشر بيساوي سم كونستانت مضروب في الدنسيتي اللي هي ام في ان اس جاما. السي دوت سم كونستانت، الام اللي هي الماس، الان اللي هي النمبر دنسيتي، اس جاما بقى هي اللي مش عارفينها. مين الجاما؟ قال والله ان الجاما ديت بتساوي واحد والسي دهيت ده الاكسبريشن دوت السي تبقى بتساوي كي تي اوفر ام في حاله مين؟ في حاله الايزوثيرمال. في حاله الايزوثيرمال كيس الجاما بتاعتي ديت بتكون بواحد، يعني اذا الفي بيساوي ان كي تي. طب في حاله الادياباتيك، ادياباتيك كيس حتى الأدياباتيك كيس الجامعة بتاعتي هتبقى بتساوي، هتبقى بتساوي 2 plus n over n دي في حالة مين؟ الأدياباتيك كيس. مين الـ n بقى؟ الـ n دي اسمها number of degrees of freedom. نمبر اوف ديجريز اوف فريدم لما يكون، لو احنا شغالين كارتيزيان يكون لو انا قلت اتجاه اكس بس هيبقى 1، اتجاه اكس واي يبقى 2، اتجاه اكس واي زد يبقى 3. يبقى اذا الجاما دي في حد الادياباتيك، في حد الادياباتيك الجاما دي هتبقى بتساوي 2 زائد 1 على 1 اللي هي بكام؟ ب 3. 2 زائد 1 على 1 اللي هي 3 في حاله الوان دايمنشن كيس، أو بتساوي 2 زائد 2 على 2 اللي هي 4 على 2 الأيام دي ب 2 في حالة 2 زائد 2 على 2، 4 على 2 ب 2 في حالة التو دايمنشن كيس، أو إن هي بتكون بتساوي حالة الثري دايمنشن كيس بتبقى 5 على 3 في حالة الثري دايمنشن كيس. تمام. برضو لو احنا قلنا السيرمال بريشر هو نمبر 2 الكوركشنز او في الموديفيكيشنز اللي هتحصل، نمبر 3 هيكون الكوليجن بين شارجد بارتكلز وبعضها البعض، كوليجنال فورس. بس الكوليجن فورس ديت انا هقول ما بين الايون والالكترون او ما بين الالكترون والايون، لان نتيجه هذه الكوليجن، نتيجه هذه الكوليجن هيحصل مومنتم لوز، هيحصل فقد في المومنتم نتيجه الكوليجن مع بعضها. بس ال الكوليجنز ما بين الكترونز اند ايونز، ايونز اند الكترونز دي بين ديفرنت بارتكلز مع بعضها البعض، هو دوت اللي انا هقول ان هو هيكون كونتريبيوتد معايا
في الكوشن في موشن تمام. لكن الكوليجنز الثانيه بين الشارج بارتكلز اند النيوترالز ده لازم تكون مهمله